قبل الفصل كنا بنتكلم وقبل الرسالة بتاع الأستاذ محمود الدريس من الأقصر، وده كنت ضربت مثال أن الإنسان يملك من القدرات التي يستطيع بها أن يهزم أي شيء، وضربت مثال بالعقيدة القتالية. ويمكن إحنا اتكلمنا في هذا الموضوع وبكل المقاييس، كانت لو إحنا سلمنا للتفوق اللي عند العدو ولا كنا نقدر نحارب. بس في حاجه برضو يعني استاذ ابراهيم، طبعا ايه انا هركز وامشي بسرعه عشان ايه الناس تعرف ازاي تقدر ان هي فعلا وبطريقه محلله علميا ان احنا نملك الكثير وربنا خلق فيك ايه وكده. بس في نقطه برضو الاول ها لازم نعرفها، ان على قد ما ربنا قال لنا وادينا السلاح ووجهنا وحذرنا وكذا، لكن برضو قال لك ايه لا يغرنكم بالله الغرور، وقال لك ايه يعني المنهج الرباني إن ربنا لا ينصر الأمم المتهاونة حتى وإن كانت مؤمنة، وينصر الأمم التي تأخذ بالأسباب حتى ولو كانت كافرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايز ينصره بقدرته بالخوارق بالمعجزات كان نصره، لكن هو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان أكثر الخلق عبادة إنه يأخذ بالأسباب، ويوم ما أخدوش بالأسباب في غزوة حنين انهزم. فده المنهج اللي ربنا عايزه من الخلق، جاهد نفسك، ان جهاد النفس وجهاد العدو اعدوا له ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. رباط الخيل على فكره عشان اقول للناس مش هي الجياد او الاحصنه، الخيل اللي هي الفرسان الراكبه او المحاربين الراكبين زي ما ربنا سبحانه وتعالى هي كان اللي بيركبوه لازم بيقول سبحانه وتعالى للشيطان واجلب عليهم بخيلك ورجلك، اللي هم المحاربين الراكبين والمرتجلين. فالقوه تشمل أمور كثيرة، اللي هي القوة اللي احنا مأمورين بإعدادها، قوة الإنسان الأول، بناء الإنسان، بناء العلم كذا، بناء العقل، النفسية، المواجهة. فأنت مأمور بكده، فاوعى تفتكر يعني احنا نقول على الدلائل العلمية والنفسية والكذا اللي تقدر تواجه بيها، لكن اوعى تفتكر ان ربنا مراده من الخلق انك تقعد بس تتعبد وتقرأ قرآن وكذا. مراده من الخلق ان يعني تقدم عليك من عبادة لانها هي في مصلحتك وتحميك، وان تعد القوة وتجاهد كل يوم وتبني نفسك في امور في كل امر بقى من الامور، اذا كنت طالب اذاكر، اذا كنت موظف بشتغل كويس، ما هو ده العمل الجيد ده، يعني في كل امر من الامور الحياه ان انا ما اركنش ان انا اقعد اصلي وانا فهنبتدي برضو ايه بكلامنا بصوره عامه، مدخل للكلام بصوره عامه، ان هو المدخل ان احنا نفهم يعني ايه ان الكون اصلا فيه طاقه، الطاقه دي فيها يعني في انواع كثيره من الطاقه، كل الطاقات دي تصل للانسان، لكن أكبر هذه الطاقات اللي هي الطاقات الكونية. الطاقة الكونية طاقة واعية لأن مصدرها هو الله سبحانه وتعالى. لم يستدل على مفهوم محدد للطاقة الكونية ولو أن أثرها موجودة ويتغلغل في جسم الإنسان. الإنسان بيكتسب وبيتأثر بكذا نوع من الطاقة، وهنشوفهم إزاي حتى أن كلمات الله تعالى والإيمان وحتى الخشوع بيترجم إزاي علميا لطاقة داخلية، وإزاي يترجم أنك تقاوم اللي بيحصل عليك، حتى الفيروسات نفسها، حتى السرطان نفسه، يعني حتى السرطان نفسه ممكن تعالجه بكلمات الله سبحانه وتعالى. هنشوف الدلائل العلمية على كده، بس الأول نعرف أن الإنسان جسمه في مسارات طاقة، الطاقة دي الجسم بيكتسبها عن طريق الغدد. الغدد دي طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في 7 شكرات في الإنسان أو عجلات طاقة بتلف دايما، العجلات دي دائما الالتفاف، بتمتص هذه الطاقة وتوزعها على الجسم كله. توزيع ده على الجسم كله والخلايا بعد كده بتبعث على تقوية اللي احنا قلنا الهالة أو الأورا، والأورا دي مثبتة في القرآن، الذين يسعى نورهم بين أيديهم، وإن هم إيه ربنا بيزود نورهم المؤمنين. فالهالة دي بتحصن الشخص. الهالة ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن موجات وذبذبات تحمل بصمة الشخص، يعني موجات وذبذبات الخاصة بالأورا أو بهالة الإنسان لكل شخص زي بصمته، لا مش مكررة، وتتبع قانون الجذب الكوني. يعني إيه قانون الجذب الكوني؟ إن الطاقات الإيجابية بتجذب بعضها والطاقات السلبية بتجذب بعضها. يعني أنت لما تحافظ دايما على أنك تستدعي الطاقات الإيجابية بالإيمانيات وبالسعي الخير وبالحب وبالكذا، بتكتسب الطاقات الخير من حواليك. يعني ولما تبقى بالعكس، أنت لما تبقى في حالة غفلة في حقد في كذا، بتكتسب الطاقات السلبية وتبقى عرضة أكثر لأنك أنت تتعرض لك الشياطين، تتعرض لك الحاجات السلبية، تتعرض لك كذا. نفس
اللي بيحصل من وسوسة الشيطان أو تمكنه منك هو نفس اللي بيحصل من الأجهزة التقنية الحديثة، لأن الأجهزة التقنية الحديثة على فكرة واخدة الأفكار دي من دخول الشيطان، من تدخل الشيطان مع موجاتك وتدخل الشيطان مع ذبذبات مخك ومع بعد ما يدخل على ذبذبات مخك هنشوف ازاي عمليا ويأثر بعديها على كامل جسمك او يسبب لك الوساوس او المرض او كذا. فمهم جدا ان انت تعرف ان اصلا الدجال ومنظومته اللي بيعملوا من زمان كمنظومة شر بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يعلوا الطاقة السلبية على الارض، سواء في الإنسان وسواء في الأرض نفسها. ليه؟ لأن لن يأتي حكم الدجال اللي معاه أعوانه من شياطين الإنس والجن إلا إذا حصل يعني التوازن اللي هو بتاع الطاقة الإيجابية مع الطاقة السلبية، التوازن ده حصل له خلل. ما تنفعش الكائنات الدنيا، لأن الطاقة الخيرة طاقة عليا، كائنات الدنيا ما تنفعش تكتسب قوتها أو تطلع سطح الأرض أو تقوم بفعالية إلا لو تم مسح الطاقة الإيجابية، لأن يعني دي بتؤثر عليهم، بتؤثر على تواجدهم، بتأثر على فعاليتهم. الطاقة الإيجابية الطاقة الإيجابية دي بتكتسب بقى بأمور كثيرة جدا، يعني هنشوفها إزاي. بس عشان نشوف إزاي الأول لازم يعني إن إحنا نشوف يعني إيه إحنا جسمنا، فجسمنا إزاي بيتفاعل علميا مع الطاقة. هنيجي نلاقي إن كل ما هو في الكون عبارة عن اهتزازات، زي ما قلنا كل كون كله عبارة عن طاقة، طاقة متذبذبة، وما يجعلها منظورة بالنسبة لك هو أن تقع في الحدود بتاعت الحواس بتاعتنا. يعني الطاقة الاهتزازية دي تقع في الحدود بتاعت الحواس بتاعتنا، سواء رؤية سواء سمع سواء كذا. إن العين بتشوف ترددات معينة، إن الأذن بتسمع ترددات معينة، زي ما قلنا من 20 هرتز لعشرين ألف هرتز. الكون كله بيعج بموجات، نوعية الموجات والطاقات دي بتختلف لكن كلها اهتزازات. فازاي بقى ان احنا بنتأثر؟ هنبص نلاقي ايه، عايزين نتعرف على ازاي المخ الاول عشان نعرف ازاي يتم التأثير في المخ وازاي ان احنا نقدر نقاوم هذا التأثير. وممكن وانا بتكلم برضه عشان الوقت، مثلا في فيديو اسمه Human Brain Waves، ممكن برضو يعني نشغله وانا بتكلم. فهنشوف ازاي الطاقة الايجابية بتقوي المخ وبتحصنه، وحتى الخشوع نفسه ازاي بيترجم علميا، حتى الصلة نفسها ازاي بتترجم علميا. ونشوف ازاي الطاقة السلبية بتؤثر على تلك الخلايا وتصيبها وتجعلها عرضة للتلف وتجعلها عرضة للوساوس ولتداخل الشيطان، ونفس تداخل الشيطان هو تداخل الموجات اللي هي بتاعت الموجات المغناطيسية الخفيضة وكذا وكذا. فهنبص نلاقي عندنا الأول في حقائق علمية على المخ المفروض ان احنا نعرفها، ان هو المخ اصلا ده عضو يعني كهروكيميائي. ازاي؟ ان هو بيتأثر بالكيماويات اللي هي زي الانزيمات اللي هي في صورة انزيمات وكذا، وان هو اصلا الخلايا بتاعته في حالة اهتزاز كامل وتأثر بالاهتزازات الواردة عليها. فبيتأثر ازاي؟ يتأثر عن طريق اول حاجة اهتزازات الصوت. ليه؟ لان اهتزازات الصوت دي بتتحول في الودن، يعني بتدخل عبارة عن ايه، موجات ميكانيكية. الودن بتحولها لإشارات وموجات كهربائية بتوصل عن طريق العصب السمعي، بتوصل للمخ. المخ في حقائق على المخ لازم نعرفها، ان دماغ الانسان بتصدر ذبذبات على طول، هي في حالة تذبذب وبتصدر ذبذبات، بتصدر يعني وبيبعت في نفس الوقت امواج كهرومغناطيسية. الامواج الكهرومغناطيسية اللي بيبعتها المخ دي بمعدل 2000 ذبذبة في الثانية، بتصل لعدة أمتار. وفي نفس الوقت المخ بيصدر أشعة تحت حمراء، والأشعة تحت الحمراء دي برضو لكل إنسان بصمته في الأشعة تحت الحمراء، ودي هي اللي بيتحكموا فيها عن طريق الأقمار الصناعية، إنهم يعرفوا بصمة الإنسان ده وبيسجلوها وبتدخلوا مع مخه. فهي دي لما حضرتك سألتين، الأشعة تحت الحمراء دي تبقى تحمل البصمة الذاتية للمخ. في نفس الوقت القلب برضو بيبث الذبذبات. القلب بقى عباره مش عباره عن زي ما الناس فاكره ان هي مضخه وبتاع مضخه، لا ده القلب ده عضو الخلايا بتاعته لها ذاكره،
ولها وعي، وبتبث ذبذبات برضو لمجالات تتعدى نطاق المخ، والقلب نفسه بيبعت أوامر للمخ أكتر ما المخ بيبعت أوامر للقلب، والقلب عنده قدرة أنه يتواصل عن بعد ويتفاعل عن بعد ويقاوم عن بعد، وعنده وعي. القلب فيه وعي على فكرة، وعشان كده حتى لما أشير لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لأن القلب فيه غدة أساسية من مسارات الطاقة اللي هي في القلب، ودي مسيطرة على الربط بين الجسد الروحي والجسد المادي. غير كده إن القلب مضخة القلب نفسها لها وعي، خلايا القلب لها وعي ولها ذاكرة. غير كده إن هي على طول بتبعث برسائل إلكترومغناطيسية حولها ضعف رسائل المخ، بتبعث رسائل للمخ قبل أكتر من المخ بيبعث رسائل للقلب، وبتبعث رسائل للأورا، وبتبعث رسائل للأحبة. والمخ على فكرة لما بيكون في مثلا حد مثلا قريب من حد عنده قدرة خاصة على أنه يتراسل بموجات المخ مع القلب بتاع الآخر عن بعد، زي الأم وأبنائها، زي حد والشريك بتاعه. دي حقيقة علمية بتواصل على بعد بالموجات الكهرومغناطيسية، أنه يقدر يمدها للشخص الحبيب عن بعد، ويقدر يحميه على فكرة عن بعد بموجاته الكهرومغناطيسية.